نتحدث في هذا اليوم على وجه الاختصار عن فضائل عشر ذي الحجة حسب ما جاءت به الأحاديث والآثار عن السلف. سابعاً، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه عند الدارمي من أنه قال: ما من أيام أزكى عند الله وأعظم أجر من هذه الأيام. سبحان الله، انظروا في الحديث السابق: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. إذن العمل الصالح محبوب عند الله في هذه العشر. هنا في هذا الحديث: ما من أيام أزكى، دل على أن العمل يزكو في هذه الأيام. أيضا جاء في رواية البخاري: ما من أيام أفضل، فدل على ماذا؟ على أن الأعمال الصالحة في هذه العشر لها فضلها ولها تزكيتها، وهي محبوبة عند الله عز وجل.